ايوه مرجان بيه، سعادتك فين؟ اصل في لجنه طبت على الشركه بتراجع على اوراقنا ودفاترنا. فين اذون الاستيراد المال بتاعت مصنع الحديد؟ حضرتك سعادتك ثانيه واحده، كل حاجه موجوده حضرتك، كل حاجه موجوده. لا اسمه الجداوي حضرتك. لا لا شكله ماسك جديد وشهاده غربله علينا جامد. لا ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوه. اهلا اهلا استاذ جداوي. اهلا 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 اهلا، ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن. اتفضل اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ. اتفضل يا استاذ، هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، تكفل حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا لا ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ السيده زينب. شلاء ام هاشم. شلاء ام هاشم. انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. الواحد احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6 يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام. والله يا جداوي بيه، والله ولا لك علي يمين، انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ انا مستعجل، الحكومه دي مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسعادتك الواد عدي ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي والله جدا، وبيت 3,000 جنيه وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نوتي مهما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عد فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف.
هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله، كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات، خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشكور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركة اقتصادية محترمة، اوراقها محترمة، مفيش غلطة واحدة. يا ريت كل الشركات تحت هذه الشركة عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربية الأستاذ عدي الجديدة وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا أصل كان عايز يركب عربية 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان أم حسن. بس الواد عدي ده مرزق، وش السعد. كنت في العراق وأم والدته هناك. رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا، يقول له هلا زبالة هلا الرئيس صدام حسين، يقول له هلا زبالة هلا زبالة. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن، امها الله يرحمها جت والدتها هناك، سميتها علياء، الملكه علياء اضطرت بيها. اي أيوة والله يا حسن، كنت قلت هشتكي برضه. انت بطاطا، انت بطاطا. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا، كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي هنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ده ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انت، العميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيره ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور. فرصة سعيدة جدا يا دكتورة. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضرة. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. بقى انا ادخلها جامعة محترمة وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله ما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعها روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي هاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. أه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضو؟ أه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا ضيع؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة أه حضارة. هي فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه.
علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد املستها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبه. انا بديك صوره بس، يعني زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه، اروح حاضنك على طول واقعد املس على شعري، هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. بديك صوره يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك، هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل، you don't have the right to speak to her that way, even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down, please. We are not here to fight. We are here to discuss. Yeah, الخناقة دي عشان ايه؟ عشان علياء ابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء؟ ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتورة جان بتاعتكوا دي كانت متجوزة مين؟ اتجوزت ايهاب والدي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. معقوله يا بابا ما تعرفش ايهاب والدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه. ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب والدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقولي ما تعرفش حاتم جمعه؟ ده عارفه بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر، هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات، حزين عليه يعني. الا هو مات راخر؟ نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه الدكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت؟ انا بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي، انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله، يعني انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك، طب اعمل ايه؟ افتح عين واغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ كرهي يا اخ محمود، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتالة دي، مفاضي مفاضي انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجرايد كاتبه لي انا شيخ منصر وحرامي يا حسن. انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد دي مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعدوا. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شغال مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صاغ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه.
يلا اصبروا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعه ناقص، انا صوت الجامعه كمان. واي واحد قاعد فاضي ما وراهوش حاجه معاه ورقه وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه، ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده. برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. ايتها الجماهير العريضه، ايتها الجماهير العريضه، لقد رشحت نفسي من اجلكم انتم ايها الجماهير العريضه. لماذا جئت؟ انني ارى جحافل امامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من اجل مصر وليس من اجل مرجان. وانا اعاهدكم من الان ان لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، اربع اوض وصاله فوق وحمامين، وتحت في اوضه للداده، وامام الفيلا في حمام سباحه. من حقكم ان كل مواطن حمام سباحه قدام الفيلا، غير الجنينه اللي فيها الموز والبرتقال واليوستفندي. اليوستفندي مهم للشعب المصري، في جنينه ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم انكم تاكلوا كنتالوب؟ ايها طلاب الجحافل العظيمه، ارجوكم لا داعي للهتافات، ودعونا نعمل في صمت من اجل مصر، من اجل مصر. يا حسن فين الدائرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده اصل انا واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجهان مراد ومحدش عبرنا أنا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج إن شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني. هو قايل لي أنا هجيب صحابه بتوع الجامعة ويجوا. شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جهان مراد؟ ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايي عند جهان مراد. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتوره شهان. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتوره شهان. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتوره شهان. بابا ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتوره شهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنه اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش، يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره؟ بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا اخ عدي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلتكوا سودا النهارده، يلا. يا استاذ مرجان. ايوه. لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال. من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام. يا سلام. وانا بخليك انت في حالك، انا هفوق لك بعدين. يلا انت وهي، يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي. يلا. يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوان بتاعي والفراشه بتاعتي. انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات.
ما تسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجة الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايرة وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزورة. شوف الواد ابن الكلب بيقول ايه. احنا جامدين قوي. عاملين عزل ايه؟ يا امكم ماتت تاني؟ لا، ده عشان دكتور جيهان. ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكوا فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت، الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي. القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست علياء؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا، بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك، مشوه صورتك شوية. طيب نقوم نصدق الكلام ده ولا نكذبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة. طيب ما هو الشجرة المتزهزهة الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتورة جيهان على اليوم اللي شفت فيه الدكتورة جيهان. انا اشتري 20 زي الدكتورة جيهان دي بفلوس. لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعالى هنا رايح فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر، اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طول؟ ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الأذون. الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير. السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير. الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، أغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. وادي السنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل 34 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه. قلت ايه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي سمون. ابيع نفسي لاول مشتري اتي، ابيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوه قوي ابيع نفسي دي.
ناخدها واديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة قوي برضو فليسقط الشعر دي. خدهم الاثنين شروا 75 جنيه ورجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بعد. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا. طباعة زي الفل. هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك. أعمل إيه؟ المصانع والشركات. إحنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، إحنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبة. العيال دي بتفهم. الحلزونة جوه؟ موجودة سعادتك. طيب. اشتري كل النسخة يا حسن. حاضر سعادتك. ايه في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعادتك. لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة. الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب قاعد في مكتبي بره شارب شاب الياسمين وكيفه قوي يا باشا. سيدي الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. ان القطارات التي يذهب ضحاياها بالالاف كل يوم لهو اكثر دليل على مدى الاهمال والتردي الذي وصلت اليه الامه. هناك حاله من العبث. ايوه حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق دوق دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وأنت مش ساعات بتدي مصري لبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. أنت بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 أيام قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل قسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا لا لا، كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام.
الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا اخوانا. في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات مالية البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كل اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوه دي كلها، سكك حديد مرجان. انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. يا سلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. عليه يا فندم. يا خبر ابيض والله ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة اوصف لك قد ايه كنت فخورة وانت بتاخد الجايزة. بس برضه يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخة، وبعدين يعني انا عايزة نسخة تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخة اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة، كل النسخ نفذت. أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضه الحمد لله. انا بس يعني عايز اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده اروح قهوه صغيره مع المهمشين والبسطاء واقعد اشعر مع روحي. العجاتي انت تعرفها؟ بروح هناك كتير احضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعة ندوة بمناسبة حصولك على الجايزة. ندوة؟ الكتاب ده كارثة بكل المقاييس اللغوية والشعرية. طب ايه رأيك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جايزة الدولة في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوة اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث، دي مهزلة. ايوه انا عايزك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيه يا دكتوره؟ الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين مين مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم استاذ الشعر العربي ورئيس قسم الادب المقارن وعضو مجمع اللغه العربيه
والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية ما حدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك، قولنا ايه تقييمك للديوان؟ لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر ان انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطان انا دخلتك مكان زي ده. خلاص انت وش فقر. واني لاترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرا لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب اذاننا. بسرعه يا لطيف، ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونه عشان الحلزونه عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذة ودي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. منين؟ وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم اتهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال الحكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو أنا اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل.
فكر ايه وثقافه ايه؟ بص يا دكتوره، انا مشاريعي ماليه البلد وبتشغل ناس وفاتحه بيوت. التخت اللي انتوا قايلين عليها في الجامعه دي انا اللي موردها للجامعه. كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، المايه اللي بتشربوها ميه مرجان، الحديد اللي شال الجامعه حديد مرجان، الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، أول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ إزاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زبالة. وبعدين أنا عملت كده عشان إيه؟ مش عشان أعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما أنتوا بتقولوا؟ أنت عارف يا أستاذ مرجان، أنت ناقصك شيء مهم جدا. إيه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ إنك تتعلم. نعم؟ تتعلم. أيوه يا بابا تتعلم. وتاخد شهادة. ما هو مش معقولة تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهادة ايه ونيرت ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفة، لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعة تشحطوا، والحكومة خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش أي لازمة كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص أروح أقدم في مدرسة وألبس مريالة وأرجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم إنك بتقول ده بسخرية وكأنها نكتة، لكن لو عايز رأيي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انتوا على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي جابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجة من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصية عامة، ناس كتير هتدور وراك، فملوش لازمة وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي، ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع يا حسن، أنا ولادي دماغتهم جزمة قديمة زي كفاية حكاية الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهادة من بره هيقولوا لي جبتها إزاي وكنت فين، ويقعدوا يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف إيه؟ أنا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعتهم. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. أمرني سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟ هم اشتكوا من أي حاجة؟ لا لا لا، المشكلة مش مشكلة الأولاد، المشكلة مشكلتي أنا. بس قبل ما نتكلم في أي مشكلة، ده شيك مني كده بمبلغ على ما أقصم لتجديد مبالغ الجامعة. ده شيك كتير. ده كلام زيادة والله. أخباري معامل إيه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيء مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجبي؟ أيوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد. تعرف سيادتك أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزرع حوالين حرم الجامعة أشجار وجناين عشان الأولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله، سيادتك عامل حساب الجناين. أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجبي. أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجبي. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي آخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذة ملتحقة بها. هو بس في مشكلة صغيرة، الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية، هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجبي؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم. تكلم سيادة الوزير، اتس فيري تريفيال ماتر، دي مسألة بسيطة جدا.
فدلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامه الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسم الاسماء في الكتاب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف قول لي يا ميهي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا يا طنطماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبكها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا اصل اول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقة الأسئلة. امتحان ايه؟ واحنا لسه اصطبحنا ومتضر للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني مؤاخذة انا لسه مستجد ومسخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. اه احنا مع بعض مهاميه. ها نشغل بعض شوية وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدية مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، ليه بصلنا؟ ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبصوا في الكتب والمراجع. الله، طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسموح لكم كده ان كنتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهاردة زرنا النبي هيثم دبور. بنورها بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهاردة في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا قبله يعني عشان ما تقولش. وانا مش قبله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همدلك الامتحان ربع ساعة. مش بقى تبدلي الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. مش معايا؟ لا بقى ده كوسة بقى. كوسة على الكوسة. هنعمل بقى شوية. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا مرجان؟ ده ربع ساعة. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا أنا سعيد جدا إن أنا شفتك هنا النهاردة، برافو. عدي ما تكلمش حد. Thank you.
وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت دي بقى. ها انا خلصت قبلة حاجة زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش قبلة والورق كله بيتلم اخر محاضرة. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمه، والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم ما انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هما مين دول ما انت مين؟ تامر وعلياء. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. ده انا عمال سألتن مع البيت من الصبح ومحدش مالحين. اه يا بابا حرام عليك ما ينفعش كده. كنت انت خالص مفيش دعوه خالص. بابا حضرتك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بببابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل حرام يا اونكل توسو ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مأنت مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزان اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزان اكبر الجي وراوق دي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مورجان اضرب بيد من الحديد. خاف اضرب بيد من الحديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره اطلع بره اطلع بره بقى. قادر بيكول بيكول. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمة وحسين. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي. هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كركنيلة مزاج كل زي القشطة. لا 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 يا مورجان دي تبع عدي. عدي يا ابني. ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ ازيك؟ جايز لخبورة دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا دارب حاجة. بابا اهدى خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيت تعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ده كل واحد يزنق اللي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لامن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. استاذ مورجان استاذ مورجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيانتم مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري والله. ايوه
وممكن كمان يرفع عليك قضية تعويض بسبب الأضرار النفسية اللي سببتها له قدام زمايله. بس أنا بقى أقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والأخ تامر المجروح عايز مني إيه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وأنا شافه بأنت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجة عجيبة والله مش فاهمة. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. أمال بيحبها حب إيه؟ يا ممكن علياء دي أنتمتي. اعترف الواد اهو ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي حقكم عليا، انا غلطان. دماغك يا ابني بص يا مش جامعه ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العيال مش صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مورجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينان زميله معانا في الكليه وعضو هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينان؟ الاخت باكينان بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارض عليكي، اللهم ارض عليكي يا اختي باكينان. انما اخ محمود ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاه من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتور؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا طويل على البيت على اخر الزمن مش عارف اربيكم. يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سيبت شغلي كله وعدتكم في الجامعه، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا طويل على البيت. يلا خلاص اليغمه اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتموا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدادود ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها. لا انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. عارف يا
لو صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعك. الو يا مورجان، ما تيجي تفروت تجي وتليط الديك، في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. عمر ما جاش؟ عمر مات. بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دكتور؟ حرامي. حرام؟ سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعه. عندكم مزرعه؟ سيبني المزرعه، واخد 15 سنه. امال انت بتصرف منين؟ إيه؟ فلوس ابويا. انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشيك انكل بابا هيثم. معاه في المزرعه. وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده فلة. ابوك بيشتغل ايه؟ فلة. صباح البزوالة، اخبط دي. ايه دي يا دبور؟ اكسس مدعيش. اكسس ازاي يعني؟ ما هي ليلة كول زي دي عايزة باور يا مورجان عشان تخش في المود وتبقى بويستي بو. طب ايه؟ اوعى تكون بتنام يا دبور، انا عندي محاضره الصبح مع جان مراد ودي حطاني في دماغها. تفتكر لنا حاجه عايزها يا مورجان؟ بلاش تفصلنا على الصبح، الحبايه دي هتخليك ملك ولا ضبط على الدكر في موسم التزاوج. وبعدين يا مورجان انا استحال اذيك، انت انتيمي. انتيمك ازاي؟ ما تعترم نفسك يلا. مالها دي؟ مالها دي يا دبور؟ ماكسسه. مالها؟ ماكسسه. ماكسسه؟ بتعمل كده ليه انت؟ ماكسس. انت كمان ماكسس؟ انتوا الاثنين ماكسسين؟ مش معنى انا مش ماكسس. بابا كنت فين من امبارح؟ علقتني عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضرة، ممكن مفتاح عربية؟ هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات.
ده؟ انت بتعمل ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ بوسي الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هاي بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا. الساعة 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن. عندي امتحان يوم الاحد شفوي. مش فاهم ولا كلمة من اللي قدامي، كله بالانجليزي. وخايف اسقط يبقى شكل وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. هو ساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف. حتى اسم المادة مش عارف اقراه. هو اسم المادة كده كلمة مقلبزة وفيها حروف كتير. واللي هي تخلص من تيفيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. الدكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا. فرصة سعيدة. أهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. أهلا وسهلا. أنا ما أحبش قعدة المكاتب أصلي. تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا 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 بأستاذنا الكبير. أهلا وسهلا. قف المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. تسمح لي بإيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك 800 دولار. 800 دولار؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي 800 دولار. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة و 800 دولار؟ تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismiss! دكتور اسماعيل انا متاكده ان النتيجه فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز. لا يمكن. انت بتشككي في ايه يا دكتوره جيهان؟ عمليه التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقه والشفافيه. الراجل ذاكر واجتهد وانا امتحنته بنفسي ومش انا لوحدي بس. في استاذين غيري امتحنوه وادوا له نفس التقدير. انا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتوره جيهان النتيجه طلعت واعتمدت خلاص. وارجو ان الخلاف السياسي اللي بينك وبين الاستاذ مورجان ايام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. جاكوني لف بيتكم. مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية وحضرتك ساقط في مادة وابوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا أنا ما كنتش مركز الفترة اللي فاتت دي عشان كده ما عرفتش أجاوب. وش معنى أنا؟ ما أنا مرخوم في 60 حاجة، خايبين وساقطين، قولوا لي أجيب لكم مدرس خصوصي أشرح لكم أنا. طب والله يا بابا دي فكره هايله. احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه كده 10% اعمال سنه وانا ما سيبش فتفوته تعدي منه ولا درجه واحده قد كده. طب تعالوا اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لاين مان؟ ظبطتهم يا باشا. واد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد.
هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف. نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهدمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل ايه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي واشرب الخارج الحلوة وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك؟ فين بيروحوا له منين؟ يا نهار ابيض. اتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جول. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني. روعه روعه روعه. رايح فين؟ رايح فين؟ دخل الجول. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3 لا شيء لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين. احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض. ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. برأسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون. مفيش راية مفيش صفارة. ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا بس ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال. يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان. ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع. ماشي من ناحية شمال أيثم دبور. 3-3. هيلعب عرضية. هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان. يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني. خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعة يا مورجان روعة. مورجان أحمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه. واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر. واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان. يا جماعه دي اول مره جامعه بتاعتنا تاخد بطوله. دي احنا كنا مضربين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بدي مريان اللي منتمه مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي منتمه مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله مش دي نورهان اللي مقنتمها مع عدي؟ ما هي ما فضيت له ودلوقتي مقنتمها مع محمود رئيس أسرة نور الحق. هي من فوق مقنتمها مع محمود من تحت بقى مقنتمها مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك إلا أدنى جزء من الحس لما أجاز لك أن تؤثري هذا الوقت الذميم. فعساك السيد العظيم. هايل كويس يا نادر كله ماشي مظبوط. المهم من أول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مورجان.
اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل حضرتك. من هنا يا دكتور. يلا التوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط فده مكنون شخصيه. كل ده في الجمله دي؟ بس انت تقولها كويس. خلاص. جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي الكالوس ده. ايوه. هتقف لحد مدير خشب مسرح هيقول لك اتفضل. هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ. دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشح. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. رجعنا في الحش في المع. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا بس. ايه؟ ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك. قول له انت. هو بقول لك جائزة احسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان احمد مرجان. انا اهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! حرام! إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. استاذ محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استراح هنا بس ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. اه نسيت ده احنا في رمضان. صحيح رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي ايمانك. انا بحب الشباب المؤمن. انا عايز اشتكي لك. مصاريف الجامعه بقت كتير قوي. والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعه دي. انت عامل ايه في حكايه المصاريف دي؟ انا الحمد لله داخل الجامعه بمنحه تفوق. منحه تفوق. انت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين؟ في البصراوي. بصراوي دي فين دي؟ ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابة. في امبابة عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حوده. اخواني
لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي، هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة، نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم، مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعا احنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده انا عامل لهم شقة دوبلكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهاليهم على الديسكوهات، انا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت علينا وإشرافنا، المانع. وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ونبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. أنتوا هتدفعوا 200 وأنا هدفع 200. أيوه بس الجامعة هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانية ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا بنك ليه، انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. مرجان بيه الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجة، المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنة واحدة، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس ادارة الشركة اللي هتتعمل، يعني كل حاجة هتبقى تحت عينيك، انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتصدر المشروع ده، مش هنقبل بأي حال من الأحوال ان الجامعة تتورط في صفقة مريبة وحقيرة زي دي. كلنا معاك يا دكتور. لو الصفقة دي تمت كلنا هنسيب الجامعة، لا للسمسارة، لا للعمولات، لا للفساد. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا.
المزرعة في الملقى ودي دقن النمسك وحد جعان ايه اللي غيرك يا محمود؟ قولي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيلة يا دكتورة. بعت نفسك، هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربية اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتورة بلاش تلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوة، اشتراك زي ما اشترى كل حاجة في البلد. من فضلك يا دكتورة انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خسارة، كنت فاكراك عندك مبدأ، لكن طلعت ولا حاجة. اتجاهكم مين يا نعم؟ ما تروحوا تلوموا نفسكم. ما تحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع؟ انت في حرم الجامعة. يلا امشي من قدام السعادة، امشي امشي امشي. يلا عودة. الجيل الجديد ده مفيش حاجة عجباه أبدا أبدا. نعم يا أستاذ مرجان، خير؟ هدية بسيطة كده، حاجة على موسم. بمناسبة إيه؟ أول عاشورة، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. وجايب لي إيه بقى بمناسبة عاشورة؟ ده طقم الماس عشان الرقبة الحلوة دي بدل الفلص اللي انت لابساها. اسمع يا مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. انا اخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. فضل اطلع برا برا. مرجان، بقولك ايه؟ ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفين وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيجي حبيبتي انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي بس لسه في سنة اولى. برافو، هايل حقيقي، هايل، ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيش حبيبتي يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما احبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ اهدى بس، اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم، اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده وعطى يا حبيبي. اقعد ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي اقعد. بس عليك حاجات تعال نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي، اسف لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضو لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك، تعمل لك خميرة حلوة وتيجي هنا تعيش ملك. وحشة دي يا ابراهيم؟ يا ابراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليكي. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيبك. ده طلع الراجل لطيف بشكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك وسايب لك الدبلة دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك.
اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. حضرتك الدكتورة شهاب مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجة؟ هات لي ميه من الحنفية. تحت امرك. اتفضلي يا فندم. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وعندي رسائل كتير. رسالة جات لي أكتر من مرة، مرجان بيحب جيهان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. انت عايز مني ايه يا مرجان؟ عايزك. انت قلت لي الكلام ده قبل كده وقلت لك لا. انا فيا ايه مش عاجبك؟ ايه العيب اللي فيا؟ عيبك انك انسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانية كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق، يا اما يشحت، يا اما ينتحر. والحكومة عارفة ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومة بتديله المرتب ده ومش عارفة هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدودة يا دكتورة. انت طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشية ازاي وبعلمك الحياة. مش كل حاجة هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجة، انا موهوب في الحكاية دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان المادة بتاعت الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك ما عرفتش اجيب اسئلة الامتحان. يعني ايه ما عرفتش تجيب اسئلة امتحان؟ امتحان تلمو في الجامعة بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام لحبايبنا كل سنة. سعادتك دكتورة جيهان حطاه على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل لسعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن الهنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو ده فيها دماغ الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصارة مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعة. اوعى كنت برشام حسن. استغفر الله. تكتبش ليه؟ لا أصل أنا أحب أفكر الأول وبعدين أكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقة دي إن شاء الله مليانة على الآخر بإذن الله. إن شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله. أنت
برشام؟ لا ده حجاب كانت أم الله يرحمها عامله لي لما كان عندي الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. اتفرجوا عليه، خدوه على مكتب العميد. اتفضل، انت بتحاول التحقيق. قوم بيوتي يلا، كل واحد يبص فراقه. اتفضل. نعم، جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الأخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. أنا مش عاجز، مش محتاج مساعدة من حد. أنا لو عايز أنجح أنجح بصباع رجلي، أنا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك أنت بس، عشاننا احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنراجع لك. اسمع عادي أنت وهي، أنا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وأنا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الأول. اتنقلوا انتوا فلاحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجة، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحة بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليها لو جرالها اي حاجة يبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي تمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، وزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غير كنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، طوليس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليا. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي، بس انا مسامحك وهشرفك. لسه في دون نوفمبر ان شاء الله هذاكر وهنجح هشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي
وتروق الدين. عشان خاطر يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هات بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. يا بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال اجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا مبروك بابا، مبروك يا بابا، مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صائد؟ ناجح يا بابا، ناجح. ايه انا نجح، انا نجح. برجان أحمد برجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much, Lee. أنا ذاكرت ونجحت. أنا قبل ما أخش الجامعة كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت أنا حاسس إن أنا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافة والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتورة جيهان مراد. ايه ده؟ تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكة. الشبكة